الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يكفينا شر الناس وأن يحفظنا من الزلات. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن درس مهم جدا وجميل جدا، وهو التفكر في عجائب خلق الله تعالى. التفكر في عجائب خلق الله تعالى. الله تعالى قال في القرآن: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني ينبغي للمؤمن أن يتفكر في خلق السماوات وما بينهما وما فيهما، لأن في خلق السماوات والأرض دليل واضح ظاهر على صدق القرآن وعلى وجود الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. يعني حتى إنه سئل أعرابي، سألوا أعرابي، هذا الأعرابي لا معه شهادة جامعات ولا دكتوراه، أعرابي، قيل له: ما الدليل على وجود الله؟ فماذا قال هذا الأعرابي؟ قال: البعرة تدل على البعير، وآثار المشي تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على الصانع الخبير وهو الله تبارك وتعالى. يعني شو قال لهم هذا الأعرابي لما سألوه عن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ قال: البعرة تدل على البعير، البعير هو الإبل، يعني ما يخرج من الإبل إذا رآه الإنسان يعلم أنه مر من هنا إبل، ما هيك؟ وآثار المشي تدل على المسير، الواحد عادة لما بيمشي مثلا على رمل أو على تلج بتلاقي أقدامه بيكون إلها آثار، ما هيك؟ فتدل على أنه في حدا مر من هون. فشو قال هذا الأعرابي؟ قال: فسماء ذات أبراج، يعني ذات نجوم عظام، وأرض ذات فجاج، يعني الفجاج هي الطريق الواسع بين جبلين، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على الصانع الخبير وهو الله تبارك وتعالى. فالإنسان فينا العاقل إذا تفكر كيف أن الله خلق السماوات بغير عمد، خلق الله السماوات بغير عمد، يعلم أن الله تعالى قادر صانع عالم خبير سبحانه وتعالى. الله تعالى ماذا قال في سورة لقمان؟ قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله تعالى هو خالق كل شيء، والله تعالى ما خلق شيئا عبثا، إنما خلق كل شيء لحكمة. يعني منها، من هذه الحكم، أن الله تعالى خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة، وخلق الأرض وجعلها مسكنا لنا وللجن وللبهائم، فسبحان الخلاق العظيم. ولاحظوا كمان جعل لون السماء مريحا للأبصار، يعني هذا من عظمة الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه قول الله تعالى:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت في الحديث أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي قائما يصلي، فرأته صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته وحتى ابتلت الأرض من بكائه. فجاء بلال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فماذا قال بلال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله لم تبكي؟ قال له: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال؟ قال له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه الآيات فيها حث لنا، هذه الآيات فيها حث لنا لكي نتفكر في عجائب خلق الله سبحانه، كيف خلق الله السماوات من غير عمد، وكيف بسط الأرض. الأحد العلماء ماذا قال؟ قال: لو تفكر الناس في عجائب خلق الله وعظمة الله تعالى لما عصوه. لو تفكر الناس في عجائب خلق الله، والسماوات والأرض من عجائب خلق الله، لو تفكر الناس في عجائب خلق الله وعظمة الله تعالى لما عصوه. فمن تفكر في خلق الله زاد فهمه، ومن زاد فهمه زاد علمه، ومن زاد علمه عمل بما علم وفهم. لذلك الإنسان عليه أن يشغل فكره بعجائب خلق الله تبارك وتعالى، كيف بسط الله لنا الأرض طولا وعرضا ليسهل لنا العيش فيها. الله تعالى قال في القرآن: وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض. والله تعالى خلق في الأرض جبالا لتثبيت الأرض، سبحان الله. الله قال في القرآن: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا في الأرض رواسي يعني جبال أن تميد بهم. والله تعالى قال في آية أخرى: والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، يعني جعل الله الجبال في الأرض كالأوتاد التي تثبت بها الخيام. الله تعالى جعل الجبال في الأرض كالأوتاد التي تثبت بها الخيام حتى لا تتحرك بنا الأرض. تخيلوا، تخيلوا لو كانت الأرض تتحرك دائما، كيف كانت كيف الإنسان بده يهنأ له عيش؟ كيف بده يعيش؟ لما استقر عليها شيء. الإنسان فينا لو بفكر شوي، لما بصير زلزال صغير، هزة أرضية، بتحرك الأرض، ما هي الهزة يعني الأرض بتصير تتحرك، ما هيك بتهز. شو بصير بالناس مع إنه بتكون الهزة ثواني، مش أكتر من ثواني، ما هيك؟ شو بصير، كيف الناس بتصير؟ فكيف لو كانت الأرض دائما متحركة؟ لما استطاع الإنسان أن يهنأ في عيشه، ولما استقر عليها شيء. فالله تعالى خلق لنا العقول لنتفكر في هذه العجائب، ولنميز الحسن من القبيح. كذلك الإنسان يتفكر كيف أن الله أوجد الليل ليكون للناس وقتا للراحة والسكون، وكيف أوجد النهار
ليكون وقتا للعمل والكسب. سبحان الله، الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فسبحان الله، كيف جعل الله تبارك وتعالى لعباده وقتا للراحة وهو الليل، ووقتا للعمل وهو النهار. فبهذا تنتظم حياة الناس. حتى من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى أن جعل الفلك يعني السفن، الفلك السفينة الضخمة، كيف جعل هذه السفينة الضخمة التي تحمل الناس والبضائع الثقيلة، تلاقيها سفينة وزن أطنان وبتحمل بشر وبتحمل بضائع ثقيلة وبتحمل سيارات وبتحمل كونتينرات، كيف مع ثقلها تجري في البحر على سطح الماء، مع أن الماء لا يحمل مسمارا ولا دبوسا. سبحان الله، يعني الماء يحمل السفينة الضخمة ولا يحمل مسمارا ولا دبوسا، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال في القرآن: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فلو تأمل الإنسان فقط في خلق نفسه، لو بس الإنسان تأمل وفكر كيف خلقه الله، لوجد في نفسه العجب العجاب، لوجد في نفسه العجب العجاب. يعني كيف الواحد منا يتكلم بلسان من شو؟ من لحم. يتكلم الواحد فينا بلسان من لحم، ويبصر بعين من شحم، ويسمع بعظم. سبحان الخلاق، يعني بعد أن كان هذا الإنسان نطفة ميتة لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، صار يسمع ويبصر ويتكلم. لو فكر الإنسان فينا في المفاصل التي خلقها الله في جسده، هاي المفاصل اللي بالإيدين وبالرجلين وبالرقبة وبالقدمين وبالظهر، لو فكر الإنسان في هذه المفاصل التي لولاها لما استطاع الإنسان أن يحرك شيء من جسده، لولا هذه المفاصل لما استطاع الإنسان أن يحرك شيئا من جسده. يعني تخيلوا أنتم، إذا الواحد بده يمشي بده يحرك مفاصل الورك، مفاصل الركبتين، مفاصل القدمين، ما هيك؟ وإلا كيف بده يمشي؟ إذا واحد فينا بده يمسك الكوب بده يحرك مفاصل الأصابع اليدين، وإلا إذا كان ما في مفاصل ما بيقدر يحمل كوب بإيده، ما هيك؟ إذا ما في مفاصل بالظهر ما بيقدر يوطي ويعلي، إذا ما في مفاصل بالرقبة ما بيقدر يحرك الرقبة، إذا ما في مفاصل بالورك والظهر ما بيقدر يجلس. سبحان الخلاق العظيم، كيف خلق للإنسان هذه المفاصل. حتى الواحد فينا إذا اطلع بالأظافر، كيف تنبت الأظافر من تحت الجلد والدم واللحم. يتصور الواحد، يعني بتطلع الواحد بأظفر اليد أو أظفر الرجل، بتطلع بفكر هيك تأمل شوي، هذا الأظفر يخرج من بين لحم وجلد وعظم، من بين اللحم والجلد والدم بيطلع أظفر، مع أنه الواحد لو فتح أصبعه ما بيلاقي جوا أظفر. كيف بينبت هذا الأظفر؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال في القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من عجائب قدرة الله واللي كتير ناس ما بينتبهوا له وبيفكروا فيها، المني الذي يخرج من الإنسان. هذا المني الذي يخرج من الإنسان، كيف أن مني الرجل واحد ليس فيه لا رأس ولا رجل ولا يد، كذلك مني المرأة ما في لا رأس ولا رجل ولا يد، فمن هذا المني السائل يخرج إنسان فيه روح، له رأس وله رجلان ويدان وعينان. يفكر الواحد منا
كيف أن الرجل كلما أمنى، يعني الرجل كلما خرج منه المني يخرج منه مني واحد متشابه، والمرأة كلما خرج منها المني يخرج منها مني واحد متشابه. ومع هذا سبحان الله كلما حصل حمل، كلما حصل حمل يطلع الأولاد مختلفون، ليسوا على شكل واحد. يعني بتلاقيها بيجيها ولد أشقر، ولد أسمر، ولد طويل، ولد قصير، واحد أخلاقه حسنة، واحد أخلاقه سيئة، واحد ذكي، واحد غبي، واحد طيب، واحد خبيث، مع أن الأب واحد والأم واحدة والمني نفسه، ومع هذا الأولاد يطلعون مختلفون. وهذا بتخصيص من الله تبارك وتعالى، وهذا من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى. فسبحان الله العظيم، لو فكر الإنسان في أصل وجوده، لو بس فكر بأصل وجوده بعد أن كان معدوما، كيف خلق من نطفة؟ نطفة من أين خرجت هذه النطفة؟ خرجت من مخرج البول، خرجت من مخرج البول، من صلب الأب إلى رحم الأم. الله تعالى قال في القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من وين يخرج هذا الماء المني؟ من بين الصلب والترائب، يعني مني الرجل يخرج من ظهر الرجل، مني الرجل يخرج من ظهر الرجل، ومني المرأة يخرج من عظام صدرها، ومن مني الرجل يخلق الله عظام الإنسان وأعصابه سبحان الله، ومن مني المرأة يخلق الله لحم الإنسان ودمه تبارك الله. يفكر الإنسان بقدرة الله العظيمة، كيف صارت هذه النطفة البيضاء علقة، يعني قطعة دم حمراء، ثم صارت هذه قطعة الدم الحمراء اللي هي كانت علقة يعني صارت مضغة، يعني قطعة لحم، ثم صارت هذه المضغة عظاما، ثم كسي العظم لحما تبارك الله أحسن الخالقين. الله تعالى قال في القرآن دليل على هذا الكلام، قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني في رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله الذي جعل من هذه النطفة الميتة إنسانا حيا، له عينان وأذنان ولسان وشعر وشرايين وقلب تبارك الله. لو فكر الإنسان فينا كيف جعل الله شعر الرأس يطول أكثر من شعر الحاجب والرموش؟ يعني تصوروا أنتوا لو كان شعر الحاجب، شعر الحواجب وشعر الرموش يطول كشعر الرأس، شو كان صار؟ لحجب ومنع العين من الرؤية. يعني لو كانت هاي شعر الرموش بتطول بقدر ما بيطول شعر الرأس لكان الإنسان ما عاد يرى، كانت غطت له عيونه يعني ما عاد يشوف. فمن الذي جعل شعر الرأس يطول إلى هذا الحد، وجعل شعر الرموش تطول إلى هذا الحد، وشعر الحواجب تطول إلى هذا الحد؟ الله تبارك وتعالى، الله القادر على كل شيء. إذا تفكر الإنسان في البيضة، شايفين هاي البيضة اللي بتطلع من تخرج من الطائر، إذا أخذها
الشخص لهذه البيضة وفتحها ماذا يجد فيها؟ يجد فيها صفارا وبياضا، ما هيك؟ لو جاب بيضة دجاجة فتحها بلاقي فيها بياض وصفار يأكلها، صح؟ أما إذا تركها فقعد عليها الطائر مدة فيخرج منها طائر. تبارك الله، تبارك الله، أحسن الخالقين. أحد العلماء شو قال؟ قال: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا المرء كانت له فكرة، يعني إذا الإنسان تفكر في خلق الله لوجد في كل شيء فيه عبرة وحكمة. تبارك الله. يفكر الواحد فينا كيف جعل الله في الأرض من كل الثمرات زوجين اثنين. الله تعالى قال في القرآن: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني نوعين اثنين، فجعل ذكرا وأنثى، وجعل من الثمار الحلو والحامض والأبيض والأسود، وجعل من الماء حلوا عذبا وماء مالحا أجاجا. الله تعالى قال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يعني خلق لنا ماء شديد العذوبة وماء شديد الملوحة. سبحان الله، لو فكر الواحد فينا بعجيب قدرة الله. حبة البذر، حبة البذر هاي اللي بحطوها بالأرض ليزرعوها، لاحظوا، تسقى بماء واحد وتزرع في أرض واحدة وتربة واحدة، تطلع شجرة ثمارها مختلفة الطعم واللون، ومنها بنفس الشجرة منها ما يثمر ومنها ما لا يثمر، مع أن الماء واحد والبذرة واحدة والأرض واحدة والتربة واحدة، ومع هذا بشجرة واحدة تجد ثمار مختلفة الطعم. سبحان الخلاق العظيم. مثل عنقود العنب، الواحد فينا إذا بتفكر بعنقود العنب اللي بياكله، ساعات بتحمل عنقود واحد ها، بتلاقي في نفس العنقود بعض حباته طعم حامض وبعض حباته فيها طعم حلو، مع أن الأرض واحدة وتسقى من ماء واحد وتشرق عليها شمس واحدة ويأتي عليها هواء واحد، وهي عريشة واحدة كمان بتكون هاي العنبة، ومع هذا يجد الواحد فينا في شجرة واحدة ثمرة أحلى من ثمرة وثمرة أكبر من ثمرة. سبحان الخلاق العظيم. حتى بعض الأحيان قد يجد في ثمرة واحدة هي نفس الثمرة جزء منها أحلى من الجزء الآخر، مثل البطيخ. بعض الأحيان بتجيبي بطيخة بتفتحيها بتلاقي قطعة منها أحلى من قطع، ما هيك؟ مع إنها هي نفس البطيخة، ومع هذا بتلاقي جزء منها أحلى من جزء. تبارك الله. تفاح، كيف خلق الله تفاح الأحمر والأصفر والأخضر. الموز ساعات الواحد بيفتح من نفس القرط، منقول له نحنا، بتلاقي بتقيمي موزة بتلاقيها أحلى من موزة تانية. تبارك الله. حتى بعض الأحيان بتلاقي أرض ملاصقة تماما للأرض اللي في جوارها، يعني أرض بجوارها أرض أخرى، أرض تصلح للزراعة وأرض لا تصلح للزراعة، أرض تصلح للبناء وأرض لا تصلح للبناء. هذا كله من عجائب قدرة الله. حتى من عجائب قدرة الله أن جعل الليل يغشي، يعني يأتي الليل ويغطي بظلمته النهار، وجعل النهار يأتي فيغطي بنوره الليل. فالواحد يتخيل فينا، يتخيل الإنسان فينا، لو أن الله جعل الليل سرمدا. شو يعني سرمدا كما ورد في القرآن؟ يعني لو جعل الله الليل دائما، سرمدا دائما يعني إلى يوم القيامة، فكيف سيعيش الناس وكيف سيتصرفون في هذه الدنيا، في دنيا مظلمة إلى يوم القيامة. الله تعالى قال في القرآن:
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وكذلك الواحد يتخيل العكس، لو أن الله جعل النهار علينا سرمدا، شو يعني؟ يعني لو دائما في نهار إلى يوم القيامة ما في ليل، كيف سيرتاح الناس وينامون ويسكنون؟ الله تعالى قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فسبحان الخلاق، فلولا الضوء لما انتفع الناس بأبصارهم. يعني الواحد لو ما في ضوء لا لا لحتى يشوف الأشياء كيف بده ينتفع ببصره؟ لولا الضوء لما استطاع أن يميز الألوان، كان ما بيعرف أنه هذا لونه أسود وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا أزرق إلا إذا كان هناك ضوء، صح ولا لا؟ الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في هذه المخلوقات العجيبة دلالات وعلامات واضحة على وحدانية الله تبارك وتعالى وكمال قدرته سبحانه. فهذه الآيات للناس ليستدلوا بها على عظيم قدرة الله فيزدادون إيمانا بالله. والتفكر في خلق الله فيه ثواب عظيم، التفكر في خلق الله هذا فيه ثواب عظيم، وهو سبب لتقوية الإيمان، والله تعالى حثنا عليه. حتى أن أبا الدرداء كان أكثر عبادته التفكر والاعتبار، هذا كان من أكثر عبادة أبي الدرداء. سئلت أم الدرداء عن زوجها أبي الدرداء ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء، فقالت التفكر والاعتبار. يعني التفكر في مخلوقات الله عبادة فيها ثواب. عبد الله بن عباس ماذا قال؟ قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله ممنوع في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فكرة في الرب، لأن ما يتصوره ويتخيله الإنسان من صور وأشكال هذه مخلوقة، التفكر مخلوق والتخيل مخلوق، أما الله تعالى فهو خالق وليس بمخلوق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عن الله البحث عن ذاته كفر وإشراك، البحث عن ذات الله كفر وإشراك، فلا يقاس من ليس كمثله شيء وهو الله على من مثله أشياء وهي المخلوقات. فإذا تأمل الإنسان ببصره هيئة هذا العالم لوجده كالبيت المعد فيه جميع ما يحتاج إليه للسكنة. سبحان الله، السماء مرفوعة كالسقف، الأرض ممدودة كالبساط، النجوم كالمصابيح، وكيف أن الله تعالى خلق لنا في الدنيا أصناف النبات والزروع، فمنها ما نأكله ومنها ما نعمل منه ثيابا لنلبسها مثل القطن والكتان، هذا بيزرع زرع والقطن والكتان بيعملوا منه ثياب، ما هيك؟ يفكر كيف خلق الله لنا البهائم وجعل بعضها مسخرة للركوب وبعضها مسخرة للأكل، ومن البهائم نصنع الثياب، أليس من صوف الخروف وشعر البهائم وجلدها يصنع ثياب وجاكتات وملابس؟ سبحان الله. وفي هذا دلالة واضحة على أن لهذا العالم خالقا خلقه ودبره ونظمه وهو الله تبارك وتعالى. فيكفي
يكفي ليشكر الإنسان ربه أن ينظر في خلق نفسه. الله تعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ينظر الإنسان فينا نظر تفكر وتدبر واعتبار، كيف خلق الله له طعامه وشرابه الذي هو سبب لحياته. الله تعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف يدخل الطعام والشراب من وين؟ من فمه إلى جوفه. كيف جعل الله للإنسان أسنان ليمضغ بها الطعام ويتلذذ بطعمه بحاسة التذوق، جعل له حاسة التذوق، ثم يدخل هذا الطعام إلى معدته فيتحلل وتطحنه المعدة، ثم يصل إلى أمعائه فيبقى من هذا الطعام ما يستفيد منه جسمه، وما لا فائدة منه يتحول إلى فضلات ويخرج من الجسم. تبارك الله تبارك الله. يعني الإنسان فينا يفكر بس كيف يدخل الطعام من مكان واحد وهو الفم، وكيف يخرج من مكانين وهما مخرجا البول والغائط. يفكر الواحد فينا عند قضاء حاجته بما خرج منه، كيف صار حال هذا الطعام بعد أن كان طعاما طاهرا لذيذا طيبا، فبعد أن صار في بطنه وخالط الإنسان تحول إلى قذر ونجاسة لا يجوز أكله، صار ينفر منه هو الإنسان نفسه وتعافه نفسه. سبحان الله. يفكر الواحد فينا كيف جعل الله في بطون الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كيف جعل في بطونها لبنا يعني حليب، لأن اللبن باللغة هو الحليب، كيف جعل في بطون هذه الأنعام لبنا يشربه الناس، وهذا اللبن الحليب الذي يخرج من بطون الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، كثير من الناس ما بيعرفوا أنه هذا اللبن هذا الحليب يخرج من بين الفرث والدم اللذين يحيطان به، كما قال الله في القرآن. الله تعالى قال: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله. الفرث شو هو؟ الفرث هو ما في كرش البهيمة من العلف المطحون، هذا الفرث. يعني إذا أكلت البهيمة العلف فيستقر هذا العلف في كرشها، يطحن هذا العلف فيصير أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، فبيكون الحليب اللبن بين الفرث والدم. سبحان الله. وكل هذه الثلاثة متصلة لكن لا تختلط بقدرة الله تبارك وتعالى، فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع يعني في ثدي البهيمة، ويبقى الفرث في الكرش ينحدر ينزل، فبين هذا الحليب وبين الفرث والدم حاجز جعله الله تبارك وتعالى، فلا يتعدى الفرث ولا الدم على اللبن، يعني لا بلون ولا بطعم ولا برائحة، فيخرج هذا اللبن الحليب من ضرع البهيمة أبيض صافي لذة للشاربين. وهذا يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. يعني الواحدة فينا تفكر كيف المرأة لما تحمل وتلد كيف ينزل من ثديها حليب صافي غذاء لهذا الطفل الذي وضعته، من بين الشرايين ينزل هذا الحليب والدم والعروق
ومع هذا ينزل حليب من ثديها صافيا أبيض غذاء لهذا الطفل. مع أنه سبحان الله لو فتحت المرأة ثديها من الداخل لن تجد، ما حتلاقي يعني زي ما بيقولوا مصنع حليب، لكن الله تعالى بقدرته يجعل هذا اللبن الحليب يخرج من ثديها من بين الشرايين والعروق والدم. تبارك الله تبارك الله. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وليتفكر الإنسان بنعم الله عليه، مثل نعمة البصر والسمع والذوق والبلع. هذه نعمة البلع هاي لوحدة، إذا الواحد فينا بفكر فيها قد هي نعمة عظيمة، أنه يكون الإنسان عنده القدرة أن يبلع، أن يبلع ريقه ويبلع الطعام ويبلع الشراب. يعني تصور لما واحد بعض الأحيان بيخلعوا له سنه وبحطوا له قطن بتمه أو بيعملوا له شيء عملية بتمه، وبكون بطريقة أنه ما قادر يبلع ريقه لمدة وقت قصير، ساعة أو ساعتين، قد ايه بيشعر بانزعاج. فكيف إذا الإنسان حرم من نعمة البلع تماما؟ وحدثتكم في بعض الدروس عن هذا الرجل الذي ابتلاه الله بمرض، صار عنده ورم بالحلق، ما عاد يستطيع أن يبلع ريقه وما عاد يستطيع أن يأكل ولا يشرب، صار يطعموه عن طريق المصل، وصل لمرحلة حتى ريقه ما عاد فيه يبلعه. فلما سأله الطبيب شو نفسك، قال له نفسي أبلع ريقي. تصوروا أنتم، صور واحد يوصل للمرحلة هاي، أنه صارت زي ما بقولوا أمنيته بس أنه ينعمل له طريقة يستطيع أن يبلع فيها ريقه. هذه نعم كثيرة الإنسان فينا يتفكر فيها، نعمة السمع، نعمة التذوق، نعمة اللمس، نعمة الحركة والسكون. يعني تصوروا أنتم لو الإنسان كان لا يتحرك بالمرة، كان لا يستطيع أن يقضي حاجاته، لو كان متحركا دائما كمان، كيف كان بده يهنأ له للعيش؟ شوفوا بعض الناس لما بيبتلوا بأنه بصير عنده حركة لا إرادية، ما بعود جسمه يهدى، فهذا كمان بلاء. فالحركة نعمة والسكون نعمة، أن يتحرك الإنسان في بعض الأحيان ويسكن في بعض الأحيان هي نعمة، نعمة النوم والقيام والقعود وغير ذلك من النعم. الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فينبغي للإنسان أن يخصص بعض الأوقات ليتفكر بمخلوقات الله وعظمة قدرة الله على خلقه وعلى عجائب خلقه تبارك وتعالى. يتفكر الإنسان بمخلوقات الله وبعجائب خلق الله تبارك وتعالى، لأن التفكر في خلق الله هذه فيه طاعة، وهذا للإنسان السعادة والأنس، ولا أنس في هذه الدنيا أعظم من الأنس بطاعة الله وذكر الله. الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله تطمئن القلوب وتغفر الذنوب وتفرج الكروب. وينبغي أن يتفكر الواحد منا كيف يتغير من حال إلى حال، سبحان الله، كيف كان طفلا ثم صار شابا ثم صار عجوزا، كيف يتغير حتى صوت الإنسان، يتغير صوته، يتغير فكره، يتغير شكله. فهذا الإنسان يفكر في هذه الأمور، كيف أنه بعد أن يعيش مدة يموت ويرحل عن هذه الدنيا. يفكر الإنسان فينا كيف تتغير أحوال زمانه، يعني شوفوا ولا شو عم بيصير بالدنيا، شوفوا كيف الأحوال الآن، أحوال الناس، شوفوا الأمراض والوباء والبلاء الذي حل على كثير من الناس، بل حل في العالم، فلا يستقر على حال. حتى الإنسان فينا يفكر كيف
أحوال الناس تتغير، يعني بتلاقي إنسان كان فقير صار غني، والعكس، كان غني صار فقيرا، كان حاكما صار محكوما عليه. هذا من الأشياء اللي الإنسان مطلوب أن يعتبر فيها، مثل قصة هذا الرجل. يعني الواحد فينا لما بيسمع هاي القصص بياخذ عبر. هذا الرجل كان حاكما ظالما، كان هو وابنه يظلمون الناس، كانوا ياخذون أموالهم بغير حق ويحبسوهم بغير حق، ظلما وعدوانا. حتى زي ما بيقولوا تغير الزمان وتغير الحال، فصار هذا الحاكم الظالم هو وولده صارا في السجن وصارا في القيد، يعني صاروا بالسجن محطوطين. فصار يبكي ابنه، فشو قال له لأبوه؟ قال له: يا أبتي، بعد العز والجاه صرنا في السجن والقيد. قال له: بعد ما كنا بعز وجاه ومال وسلطة وحكم، نحن الآن في القيد وفي السجن. فشو قال له أبوه؟ قال له: يا ولدي، غفلنا عن دعوة مظلوم ولم يغفل الله عنها، غفلنا عن دعوة مظلوم ولم يغفل الله عنها. إنسان يتقي الله ويأخذ العبر ممن عبر، يأخذ العبر ممن عبر. ومن الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء ورقة التوت. ورقة التوت كلكم تعرفوها، ورقة التوت طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد، لكن سبحان الله إذا أكلها دود القز يخرج حريرا، وإذا أكلها النحل يخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي الغزال يخرج مسكا، مع أن الورقة هي الورقة والمادة هي المادة، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. أبو العتاهية ماذا قال؟ قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله تبارك وتعالى هو الله الذي خلق كل شيء وكون الأكوان ودبر الزمان، وهو القادر على كل شيء سبحانه. فالمؤمن الذي يفكر بهذه المخلوقات العجيبة العظيمة يزداد إيمانا ويكون سببا بأن لا يعصي الله بما أمره. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تعالى هو الله الذي خلق كل شيء وكون الأكوان ودبر الزمان، وهو القادر على كل شيء سبحانه. فالمؤمن الذي يفكر بهذه المخلوقات العجيبة العظيمة يزداد إيمانا ويكون سببا بأن لا يعصي الله بما أمره. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.